إرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة تتجاوز حدود العلاقات السياسية بين بلدين، فمصر والسودان يجمعهما علاقة أزلية تربط شعبي وادي النيل، وتحرص مصر دوما على إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتى المجالات، أخذة في الاعتبار ما يربط البلدين من وحدة الأهداف والمصير. فالعلاقات بين البلدين متشعبة في كل الاتجاهات والمجالات، يزكيها ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلا في نهر النيل، والذي يمثل مرتكزا أساسيا للعديد من المشروعات. ورغم أن السودان تاريخيا يعتبر امتدادا جغرافيا لمصر، إلا أنه ارتبط رسميا بالقاهرة منذ أن فتحت جيوش محمد علي السودان عام 1820، وظل الترابط قائما ليتجاوز البلدان سويا المرارات التاريخية ذاتها والتي ربط فيها الاستعمار البريطاني مصيرهما. فتشارك البلدان ذات المحنة حتى حصول السودان على استقلاله عام 1956، ومنذ ذلك الحين والدولتان يقفان كلا إلى جانب الآخر كالأشقاء. فالسودان وقفت بجانب مصر بعد نكسة 1967 في مواقف لن تنساها القاهرة، وصعدت العلاقات إلى ذروتها بعدما استضافت السودان قمة جامعة الدول العربية الشهيرة بلاءاتها الثلاث في مواجهة إسرائيل، وأيضا مشاركة الجيش السوداني إلى جانب القاهرة في حرب أكتوبر 1973. وبعد ثورة 30 من يونيو عام 2013 شهد البلدان زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ الشقيقين، فعملت السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم والعمق مع السودان الشقيق. وتجاريا واقتصاديا تسعى الدولتان إلى توطيد علاقاتهما من خلال مشروعات حيوية اقتصادية في القطاعات كافة، ما سيسهم في إعادة تشكيل مستقبل الدولتين وسينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية لهما. السودان لم يدخل في محنة إلا ووجد الدعم المصري حاضرة حكومة وشعبا، فبالطبع تدرك مصر أهمية دعم استقرار السودان والذي يعد أمنا قوميا لها، خاصة وأن مصر دعمت منذ البداية ثورة الشعب السوداني ودعمت حقه في اختيار مستقبله. فمصر لم تكتفي بنصرة الثورة وفاء للسودان، بل سعت فور تشكيل المجلس الانتقالي إلى عودة السودان للاتحاد الإفريقي، فضلا عن سعيها الدؤوب لدى واشنطن وأوروبا من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كلل مؤخرا بالنجاح. منذ استقلال السودان عن مصر مرت الدولتان بأحداث انجسام لم يغب أحد منهما عن شقيقه، فالبلدان لا غنى لأحدهما عن الآخر، ومهما كانت الأحداث في شمال الوادي أو جنوبه فإن التعاون المشترك كان الأجدى نفعا. والثابت في المشهد أن مصر والسودان باقيان في هذا المكان منذ فجر الخليقة، وسوف يظلان كذلك.